خلونا ننتقل إلى ما يحدث مع وحول قطر إذا صح التعبير. مصادر بارزة في المعارضة القطرية كشفت عن مخطط خبيث لجهاز أمن الدولة القطري تحديدا للتجسس على مصر والحصول على أكبر قدر من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية في مصر. قال المعارض القطري علي عبد الله محمد الدهينم المسؤول السابق بجهاز المخابرات القطري في تصريحات خاصة من لندن، وسبق أنه الدهينم الحقيقة كان ضفنا في فيلم الإمارة واللي كان ليه عنوان فرعي تحديدا، عشان عندنا في فيلمين اسمهم الإمارة، في فيلم اسمه الإمارة كنت أنا شرفت الحقيقة بـ 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 بإنتاجه وتقديمه، وشرفت بعرضه على أون تي في أكتر من مرة. الدهينم كان أحد ضيوف هذا الفيلم اللي هو الإمارة جرائم ضد الإنسانية في عنوانه الفرعي، وتحدث على دور جهاز أمن الدولة والمخابرات القطرية في التجسس على مصر تحديدا وخلق يعني مؤامرات كثيرة ضد المؤسسات المصرية، ودي كارثة، ضد الدولة، ضد تماسك المجتمع. هو اتكلم على انه جهاز امن الدولة في قطر جند اغلب المدرسات المصريات اللائي يعملن بالمراكز التعليمية في الدوحة لجمع المعلومات خلال اجازتهن الصيفية المقبلة. دهينم كان مسؤول عن قسم جمع المعلومات على مدار الساعة في المخابرات القطرية، ده بالمناسبة يعني، واحنا لما سافرنا له لندن وسجلنا معاه كان بسبب انه المسؤول عن جمع المعلومات في جهاز المخابرات القطري. ولما خدنا منه هذه التصريحات الخاصة ايضا لنفس هذا السبب، الرجل حتى هذه اللحظة لديه علاقات ما بيقدر عن طريقها يوصل لمعلومات حقيقية مؤكدة من قلب الجهاز. كويس؟ هو اتكلم الحقيقه الدهينم على ما قبل انشقاقه عن هذا الجهاز وخروجه خارج البلاد او بره البلاد القطريه من حوالي 5 سنين. قال ان مركز الدحيل التعليمي الخاص بمحمد خليفه الكبيسي، وهو شقيق رئيس جهاز امن الدوله القطري، هو من اكثر المراكز اللي بيتم تجنيد المدرسات تحديدا فيها. مركز الدحيل التعليمي في قطر، احذروا بقى هذا المكان اذا كنتم موجودين في قطر من رعاية عربية مختلفة، يعني خلي بالكم من هذا المركز. المهم بيوضح المعارض القطري والمسؤول السابق بجهاز المخابرات القطرية الدهينم عن ان المدرسات كان بيتم تجنيدهم وتدريبهم على جمع المعلومات دون ان يتم كشفهم. كويس؟ وتم إرسال هذه المعلومات عن طريق بقى واتساب وبعض الابليكيشنز أو البرامج الأخرى في سياق جمل عادية مع المتلقي في الجهة الأخرى بقى في أمن الدولة القطري أو المخابرات القطرية. وبيشير إلى أنه قطر بتعتمد على النساء والفتيات في هذه المهمة لأنه هم أكتر وسيلة سهلة للحصول على المعلومات خارج دائرة الشك، وده كان اللي يهمهم. أنتوا خدتوا بالكم؟ يعني دايما الدهينم بالمناسبة قال لنا تقريبا نفس الكلام ده لما كنا في فيلم الإمارة. المسألة هنا مش بس في الدهينم أو مش في خالد الهيل أو من الناس اللي كانت عندها صلات وثيقة بأجهزة المخابرات أو الأمن القطري بشكل عام أو الأجهزة المعلوماتية، حتى في إطار زي ما كنت بقول لكم الدهينم هو كان المسؤول عن جمع المعلومات في الجهاز. المسألة بتتعلق بأنه هم مشغولين، الدهينم سايب الجهاز بقاله 5 سنين، الدهينم سايب البلد بقاله 5 سنين ومقيم في اوروبا في لندن. مهم يعني المفروض اقول انه الدهينم في لندن يقتلوه كده ولا ايه؟ بعد الشر يعني، ربنا يديله الصحة ويحميه. المهم انه انت متخيل من 5 سنين، يعني القصة ما هياش تميم يا سادة، او مش تميم لوحده، لازم تبقى فاهم انه تميم جزء من هذه اللعبة ومن هذه المؤامرة القذرة الحقيرة. لازم تبقى فاهم انه الامير الوالد او الاب الامير حمد بن خليفة الثاني وجزء من هذه المؤامرة الحقيرة. لازم تبقى فاهم ان كل الاجهزة ضالعة في هذه المؤامرة الحقيرة. هنا نحن نفرق ما بين دولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة وما بين مجتمع. يعني ان كان لك جار قطري في مصر في اي محافظة افضل عامله كويس زي ما انت تعودت تعامله كويس، صديق زميل رفيق. هذا الرجل مش مسؤول عن اللي بتعمله أو بيعمله أمراءه، مش مسؤول عن اللي بتعمله أجهزته. هتقول لي مش وارد يكون من هؤلاء الذين يجمعون المعلومات، لا خليك حذر، لكن ما تضطهدش حد.
لمجرد الشك يعني، سيب ده للأجهزة المعلوماتية اللي موجودة في بلدنا وهي أقدر على ذلك، هي هتبقى عارفة من ضالع في هذه الأمور ويتم تحذيره ثم ترحيله إلى آخره، أو مين غير ضالع في هذه الأمور وهتركونه يعني، مش كده ولا إيه؟